دي اقل حاجه نقدر نقدمها للابطال، ان احنا نكرمهم بالشكل اللي يليق بيهم، بالشكل التعب والمجهود اللي اتعمل طول السنه. البطوله دي بتيجي نتيجه مجهود وعرق وتعب. الحقيقه كابتن طارق خليلي كان حابب يعني في نص دقيقه سريعا كده امر مهم حصل كان له دور كبير في تغيير النتيجه. اتفضل يا كابتن. يعني احنا قبل المباراه بيوم كابتن رؤوف عبد القادر كان اتصل بيا وقال لي ان سياده العمري الوزير العمري فاروق العمري هيجي يقعد يعمل ميتنج مع الولاد يحفزهم ويشجعهم، وفعلا استنيناه جانا بالليل وقالوا ان كابتن محمود كان مسافر تاني يوم الصبح رايح انجلترا، كان هو كان جاي معاه بلغ تحياته وقعد ازر الولاد، قعدنا بتاع ساعه الا ربع بنتكلم على الولاد واسم النادي الاهلي ولعب ويعني ما يهمكوش وبتاع، ومهمه قوي البطوله دي. القعده دي كان ليها حافز كبير قوي على الروح وعلى الاداء وعلى التركيز. لازم نشكر فيها مجلس الاداره لان ده من زمان ما كانش بيحصل كتير قوي ان حد يجي يقعد مع فرقه جماعيه غير كره القدم ليله المباراه، فاحنا بنشكره بالنيابه عن الفرقه كلها وبنشكر مجلس الاداره على اهتمامهم. اكيد كابتن طارق، واحنا طبعا كملوك الصلاه اكيد بنوجه نفس الشكر. كابتن عمرو فاروق اكيد مش بعيد عن فريق الباسكت طالما كان قريب من فريق الباسكت والفرق الثانيه، فهو حاسس بنبضهم كويس. الحقيقه دي اجمل لحظه، وبستاذن ضيوف ان احنا نقطع التورته والعاده دي يا رب ما تتقطع ان شاء الله، بس ناخد بطولات كتير ونجيب تورات كتير ان شاء الله. اتفضل يا كابتن طارق. اتفضل. اتفضل يا كابتن مصطفى. اتفضل يا كابتن مصطفى. اتفضل. جاي على مين دي؟ النص كده عشان ما تجيش على حد. ألف مليون مبروك يا جماعة، ألف مليون مبروك. الحقيقة يعني زي ما قلت لحضراتكم يعني دي أسعد لحظة، وأنا الحقيقة كان ليا الشرف إن أنا عشت لحظات يعني تكريم كتيرة، وحسيت قد إيه إن النادي الأهلي كبير والنادي الأهلي كل يوم بطولة بتخش. متشكرين جدا وبشكر جمهور النادي الأهلي العريض ومشاهدي قناة النادي الأهلي على حسن المتابعة، وإن شاء الله لينا لقاء أكيد بكرة مع بطولة أفريقيا. خلاص المشوار هيبتدي وغطيناه النهاردة، بطولة أفريقيا للكرة الطائرة بكرة، وهنقول لحضراتكم على صفحتنا إزاي هنغطي يوم بكرة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وإلى غدا أو إلى لقاء غدا مع مصر. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد واحد واحد.